15 الزبائن أمام المجمعات الاستهلاكية لشراء اللحوم وغيرها من احتياجات العيد. دي أولا لحمة كباب حلة من عندنا من شركة الأهرام، وكيلو منها ب35 جنيه. كل حاجة موجودة، في فراخ، وفي الفراخ المستوردة كيلو منها ب19 جنيه، والفراخ المصري كيلو منها ب24 جنيه. فقامت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ منتجات اللحوم والسلع في منافذ الشركات. أهلا بكم مجمع الطهرة، إحدى المجمعات التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية. في عروض شركة الأهرام منزلة مجلة فيها عروض كميات كبيرة، يعني حضرتك من ضمن العروض تاخدي ب250 جنيه لحم ضاني بلدي، تاخدي عليها كيلو رز مجاني، تاخدي برطمان صلصة مجاني. أما أسعار مجمعات الاستهلاكية فتراوحت بين ببيع لحمة سوداني ب40، وضاني استرالي ب39، ولحم استرالي بلدي اللي هو الألالاند ب57. ايه؟ كله على كله بالصلاة على النبي، ان احنا ارخص من بره. في فرق سعري جامد بيننا ومن بره، جامد كتير طبعا. البره باللحمه البره اللحمه ب90، احنا بنبيعها ب40 وب57 وب39 للمستهلك، والضاني ب45 والبلدي ب73. لحم السوداني مكتسح البلد. والله سعر احنا هنعتصموه قوي. 100 وربناها ب40 جنيه وعلى اقبال بالضرب زي ما انت شايف كده. بينما كانت اسعار القطاع الخاص والاقبال عليها، احنا بنشتغل بلدي، ما بنشتغلش سوداني. تمام، بكام بقى البلدي؟ البلدي اللي اتفقت اسعاره ما بين 90 و88 و95 وكده، مش اسعار ثابته يعني. والحمد لله في ناس واقبال. طبعا في اقبال، لان طبعا فكره المقاطعه دي كانت بتوقيت غير مناسب، لان كان دخلت العيد وكده، فكده في اقبال عليها. حضرتك بتشتري لحمه؟ ايوه. بتشتري ايه بقى؟ بشتري ضاني وكندي. بكام الاسعار؟ الثانيه الضاني و88 وكندي. طب ايه رأي حضرتك في الأسعار؟ تاني معقول؟ حلوة، هنعمل ايه؟ طب ايه؟